السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأعطيك 10 نصائح لتصبح قناتك على اليوتيوب قناة ناجحة ومشهورة وتستقبل العديد من المشاهدات بل والعديد من المشتركين كذلك. فلهذا لا تبتعد كثيرا لنمر إلى الشرح مباشرة بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. الخطوة الأولى والنصيحة الأولى التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار هي وقت الفيديو، فيجب عليك ألا تستخدم انتروهات ومقدمات طويلة. في بعض الانتروهات توجد بها يعني طولها حوالي دقيقة أو أكثر من دقيقة، فالمشاهد سيمل، بل تعمد المرور إلى الشرح مباشرة أو إنشاء يعني فاصل لا يتجاوز 10 ثواني كحد أقصى طبعا، أو يعني يجعل الانترو ما بين يعني المقدمة والشرح، يعني تضع الانترو بعد أن تتكلم وبعد أن يمر يعني المشاهد إلى الشرح ضع بعد ذلك الانترو. وكذلك لا تستعمل الكثير من الكلمات في المقدمة، السلام عليكم وأنا وكذلك، ويعني عن تحكي قصة حياتك كده صح التعبير، بل تعمد يعني التقصير في وقت الفيديو ويعني قدر المستطاع. كذلك لا تتعمد أيضا نعم يوجد بعض الشروحات يعني تحتاج إلى وقت طويل، ولكن تعمد أو اجعل وقت الفيديو قصير على الحد الممكن. قم بقطع الأجزاء الغير مهمة، قم بتسريع الفيديو الذي لا يستفيد منه المتابع، وهكذا حتى تحصل على فيديو قصير. الخطوة الثانية والنصيحة الثانية هي يجب أن تهتم بعنوان الفيديو، أي لا تستخدم يعني عناوين بعيدة كل البعد عن محتوى الفيديو، وكذلك لا تستخدم عنوان به الكثير من التهويل، يعني يعني تكبر بمحتوى الفيديو عندما يعني يشاهده المتابع والزائر لموقع اليوتيوب، يشاهد العنوان سيعتقد محتوى غير المحتوى الذي أنت تقدمه، يعني سيصبح يفكر بهذا الشيء يعني رائع، وعندما يدخل يجد أن المحتوى أقل من مستوى العنوان. يعني اجعل العنوان مطابق للمحتوى في الفيديو حتى لا يشعر المشاهد أو المتابع بخيبة أمل من المحتوى الذي كان يعتقد بأنه سيشاهده. الخطوة أو يعني الوصف كذلك يجب أيضا أن تهتم بالوصف وتضع به أسماء البرامج، روابط البرامج، يعني تذكر النقاط التي ربما لم تذكرها في الفيديو أو نسيتها، كذلك اكتبها في الوصف. كذلك اهتم بالكلمات المفتاحية، يعني إذا كان هذا الشرح بخصوص أبل أو أندرويد أو هذا، اكتب يعني عنوان الفيديو بصيغة مختلفة، يعني على سبيل المثال صيغة مختلفة باللغة الإنجليزية بكثير من الأشكال، حتى عندما يعني يوجد بعض الأشخاص سيبحث في محركات البحث عن الموضوع بصيغة مختلفة، يعني على حسب تفكيره سيكتب طريقة تنصيب منذ 10، تنزيل منذ 10. كذلك يعني اكتب الكلمات التي تتوقع الكثير من الأشخاص أنهم سيكتبونها في مربعات البحث، وبهذا سيرتفع الفيديو في نتائج البحث ويظهر في الصفحات الأولى وفي النتائج الأولى. النصيحة الثالثة التي سأعطيك إياها هي الصورة المصغرة في الفيديو. اهتم بالصورة المصغرة، يعني اجعلها مستوحاة من الفيديو، قم بقطعها من الفيديو أو عند نهاية تصوير الفيديو اعمل هكذا بعض الحركات، وقم بتركيب بعض الأشكال. مثلا على سبيل المثال أيضا منذ 10 قم بوضع أيقونة داونلود في صورة مصغرة، شعار بويندوز 10 PNG، هكذا يعني الكثير من الأشكال. اكتب أيضا عنوان الفيديو في هذه الصورة المصغرة حتى يعطي يعني مظهر جيد للفيديو في نتائج البحث، كذلك في موقع اليوتيوب وغير ذلك، يعني حتى تجعل الزائر يلج إلى الفيديو الخاص بك ويبتعد عن كل الفيديوهات الأخرى ويذهب إلى الفيديو الخاص بك مباشرة عندما يجد الصورة المصغرة ويشاهد الصورة المصغرة رائعة، وكذلك يشاهد وقت الفيديو قليل فسيعني سينعجب بهذا الفيديو وسيدخل إليه مباشرة، وكذلك اهتم بالعنوان كما قلت لك. نصيحة أخرى وهي أن تهتم بقوائم التشغيل، أي أن ترتب القناة الخاصة بك، يعني إذا كان يوجد بها حلقات حول الآيفون وأبل تجعل قائمة تشغيل مخصصة لجانب أبل، يوجد بها حلقات عن الأندرويد تجعل قائمة تشغيل، يوجد بها قائمة أو حلقات عن الأندرويد أو شروحات عن الأندرويد، يوجد بها حلقات حول الويندوز تجعل يعني محتوى أو فيديوهات عن الويندوز في قائمة لوحدها، وعندما يدخل الزائر إلى قوائم التشغيل سيجد العديد من الفيديوهات والعديد من قوائم التشغيل مرتبة ليسهل على الزائر مشاهدتها وكذلك الحصول على ما يريده.
النصيحة الأخرى هي أن تهتم بإحصائيات القناة، أي أن تتابع الإحصائيات في لوحة التحكم أو في مدير الفيديو في القناة الخاصة بك وتشاهد الفيديوهات الأكثر متابعة لتعرف المشتركين في قناتك أي صنف أو أي فئة يحبونها ويريدون أن يشاهدون. على سبيل المثال أكثر حلقات شاهدتها متابعة والأكثر متابعة في قناتك هي حول الأب، فأهتم أيضا بمحتوى الأب. رب الطيب، اهتم بمحتوى الأبل واجعل جميع حلقاتك يعني موجودة بها، يعني كثر من محتوى الأبل وتعمق فيه واجلب يعني الحديد من المواضيع في هذه القناة وفي قناتك. النقطة الأخرى والنصيحة الأخرى هي أن تهتم بالمصداقية في المحتوى، وهي لها علاقة بالنقطة التي ذكرتها هي عدم التهويل في العنوان، أي يعني لا تستعمل عناوين يعني تجعل المشاهد يعني ينبهر ويضحك، يعني يستهزئ بهذا العنوان، مثل بعض العناوين التي تستخدمونها: اشعل في سيارة صديقك النار، حول حاسوبك إلى سيارة، وغير ذلك من العناوين التي يعني لا يوجد بها مصداقية. كذلك ابتعد عن المواضيع التي ليست أنت متأكد منها، أي تعتقد بأنها صحيحة ولكن لست متأكد وتقوم بطرحها، لا اطرح يعني مواضيع فيها مصداقية، ولا تعتقد الزائر إذا شاهد هذا الموضوع وجد أن لا يوجد لديك مصداقية أنه سيشترك في قناتك أو سيزورك مرة أخرى، لا، فلسينصرف عن هذه القناة أبدا ولن يعود إليك ولن يتابعك مرة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى قلة عدد المشتركين في قناتك على اليوتيوب. نقطة أخرى وهي أن تتواصل مع التعليقات الموجودة في قناتك، أي أن التعليقات الموجودة على الفيديوهات وعلى المواضيع التي تطرحها، يوجد بعض الأشخاص لديهم استفسارات، يعني جاوب عليهم ليعتقدوا أو يحسوا بأنك متواصل يعني مداوم على هذه القناة ومهتم بها، ليس أطرح فيديو اليوم وأتركها ولا يعني لا تشاهد التعليقات والمشتركين ولا شيء وعد بعد سنة أو ستة أشهر وأطرح فيديو آخر، هذا الأمر غير جيد، بل تواصل مع التعليقات وجاوب على التعليقات، يعني أكبر عدد ممكن من التعليقات التي تستطيع الإجابة عليه فجاوب عليه وتواصل مع متابعينك، وكذلك جاوب على التعليقات الموجودة في قناتك وفيديوهاتك. نقطة أخرى مهمة وهي أن تبتعد عن اختصار الروابط، لأن المتابع عندما يشاهد حلقة أو يشاهد فيديو يوجد به برنامج وتضع له رابط البرنامج أسفل الفيديو في الوصف مختصر وينتظر 5 ثواني، وإذا كان يعني من متابعينك سينصرف عنك، صدقني أنه سينصرف عنك، لأنه أو المتابعين لا يحبون الروابط المختصرة ولا يحبون الانتظار، فقط قم بالضغط على الرابط ويدع يعني يلج مباشرة إلى الموقع الرسمي للبرنامج، ولا يوجد بأس إذا وضعت يعني رابط التدوينة الموجودة به هذه الحلقة، إذا كان لديك مدونة أو موقع، هذا الموقع يعني هذا الشيء لا بأس به، ولكن لا تستخدم موقع اختصار الروابط لأنها مملة، ويعني كل مرة الزائر سينتظر 5 ثواني يعني سيمل من القناة الخاصة بك أو قناتك وسينصرف عنها أبدا ولن يعود لك. نقطة أخيرة أريد أن أذكرها وهي الانتظام في تنزيل الفيديوهات والانتظام في تنزيل الحلقات، أي أن تجعل وقتك منظم في تنزيل الشروحات في قناتك على اليوتيوب، أي لا تنزل حلقة اليوم وتعود بعد أسبوعين وتنزل حلقة أخرى، أو تنزل حلقة اليوم والأسبوع القادم لا تنزل يعني فيديوهات والأسبوع الذي يليه تنزل، يعني اجعل وقتك منظم، قسم وقتك يعني 3 حلقات في الأسبوع جيد، 4 حلقات كل يوم، حلقة حلقتين في الأسبوع، حلقتين سبت وجمعة، هكذا يعني اجعل وقتك منظم، حتى المتابع يعني عندما يأتي يوم السبت أو يوم الأحد أو اليوم الذي معتاد بأنك تنزل فيه فيديوهات يعني سيقول يعني إنها الشخص الفلاني الذي أتابعه اليوم بالتأكيد قد قام بتنزيل حلقة لأذهب وأشاهد موضوع حلقة اليوم، وبهذا تحصل على عدد المتابعين الأوفياء الذين يتابعونك بكثرة. فهذه كانت هي 10 خطوات أتمنى أن تكون قد نالت إعجابك، أعيد سردها إليك يعني هكذا في رؤوس عناوين يعني قبل انهاء الفيديو، هي ان تهتم بوقت الفيديو وتجعله قصير، كذلك اهتم بمعلومات الفيديو والاسم والوصف والكلمات المفتاحية، اهتم كذلك بالصورة المصغرة كما قلت لك، ابتعد عن المقدمات والانتروهات الطويلة يعني والتي تضعها قبل الفيديو، وكذلك كثرة الكلام في المقدمة، كذلك نظم حلقاتك بقوائم تشغيل، اهتم باحصائيات القناة واضع المحتوى على حسب الفيديوهات الأكثر مشاهدة، كذلك المصداقية في المحتوى كما قلت لك وشرحت لك، تواصل مع التعليقات ومع المتابعين، وابتعد عن اختصار الروابط، وكذلك انتظم في تنزيل فيديوهاتك وحلقاتك وشروحاتك. كان معك محمد الصغير، أتمنى أن تكون هذه الخطوات وهذه النصائح قد نالت إعجابك، رجاء أن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب، يظهر الآن أسفل الفيديو على يمين قم النقر عليه قبل نهاية الفيديو، لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة thtv.com، يوجد حلقات
نقاشي مهمية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة. إلى اللقاء.